هنبدأ معاكم جولتنا الرياضية مع المنتخب الوطني لكرة اليد اللي قدم مباراة قوية امبارح قدام المنتخب الكرواتي في أول مشوار في بطولة العالم في السويد وبولندا. نجح منتخبنا في تحقيق الفوز بنتيجة 31-22، وشهدت المباراة تألق ملحوظ لحارس المرمى كريم هنداوي واللعيبة أحمد هشام دودو ومحمد سند وعلي زين ومهاب سعيد. حصل علي زين لاعب منتخب اليد على أفضل لاعب في مباراة منتخب الفراعنة أمام كرواتيا، وتألق في المباراة وقدم مستوى فني وتكتيكي كبير.